أو المتاليف. مش راح يخلوا زلمة واحد عايش فيكم. وسط أصوات المدافع وأهوال الحروب كانت السينما دائماً حاضرة، تسجل وتروي قصص وأحلام الضحايا. اليوم حديثنا من مصر عن السينما والحرب. نلتقي بالمخرج الكبير يسري نصر الله. ليحكي كيف قدمت شاشة السينما القضية الفلسطينية إلى العالم، وكيف تناول المبدعون مأساة شعب وحكاية وطن. عم بنموت من العطش، هاي بيوتنا، كيف بدك انتشرها؟ حوار جديد في حديث العرب من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.